ومن مسائل مسح الخفين أن السنة كما جاء في حديث علي في السنن أن يمسح على أعلى خفيه، لا يمسح الأسفل ولا العقب، ليس من السنة. قال ابن القيم رحمه الله: لم يثبت حديث صحيح في المسح على أسفل الخف، المسح على الخف لا على العقب ولا تحت الخف. الطريقة كما قال ابن حجر رحمه الله، وردت روايات وآثار يعضد بعضها بعضا، أنه يمسح من مقدمة الأصابع إلى أن يصل إلى الساق من أعلى، لا يلزم أن يمسحه كله وأن يعممه، لا، أكثر، إذا مسح أكثر الخف صح، يعني يبدأ من أصابع قدمه إلى الساق، إذا وصل إلى الساق هذه صفة المسح. لا يمسح العقب ولا يمسح أسفل الخف، وله في ذلك أن يمسح معا، يعني اليسرى واليمنى معا، يبدأ بالمسح من أطراف الأصابع إلى الساق معا اليمنى واليسرى، ويصح له أن يمسح الأيمن أولا ثم الأيسر، الأمر في ذلك واسع، إن قدم اليمنى ثم اليسرى أو مسح عليهما كلتيهما فلا جناح في مثل هذا الأمر.